باهتمام بالغ وتفاجؤ كبير. تناولت وسائل إعلام غربية صاروخ فلسطين الذي كشفت عنه القوات المسلحة اليمنية مؤخرا. صحيفة التلغراف البريطانية أكدت أن صاروخ فلسطين الذي كشف عنه في اليمن واستهدف مدينة أم الرشراش المحتلة إيلات يعمل بالوقود الصلب، فيما يعتقد أنه قادر على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت وفقا للصحيفة. وأضافت نقلا عن خبير صواريخ ومحلل دفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الصاروخ اليمني الجديد موجه بدقة، وهو أكثر تطورا من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل دون توجيه، فيما يمكن تركيب الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب وإطلاقها بسرعة، ما يشكل تحديا للهجمات الأمريكية والبريطانية. من جانبه علق موقع ميديالاين الأمريكي على صاروخ فلسطين بالقول إن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب تفوق سرعتها سرعة صوت، وهي صواريخ معقدة من الناحية التكنولوجية والتصنيعية. ميديالاين أعرب عن مفاجأته بنجاح اليمنيين في إنتاج مثل هذه الصواريخ المتطورة محلياً. هذا وقالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية إن صاروخ فلسطين متطور وموجه بدقة ويعمل بالوقود الصلب. وإزاء تصاعد العمليات اليمنية، عبرت الخارجية الأمريكية عن خشيتها من تدشين العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق. هذا وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية كشفت أن الولايات المتحدة تسعى لزيادة الضغط على اليمن اقتصاديا وسياسيا بهدف الحد من العمليات البحرية اليمنية. وأشارت بلومبرغ إلى أن الخطوة الأمريكية تؤكد أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية ضد اليمن منذ أوائل يناير لم تفعل الكثير لردع القوات المسلحة اليمنية أو الحد من العمليات المساندة لغزة.